رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يستقبل رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي براي الذي وصف الجزائر بالشريك القوي والمتمكن من تجاوز الأزمات بقيادة الرئيس بوتفليقة. وبين الجزائر وإسبانيا 8 اتفاقيات للتعاون ومنتدى رجال أعمال البلدين يفتح فرصا للشراكة والاستثمار. وفي ختام الزيارة بيان مشترك ولقاءات ثنائية مكثفة في قطاعات حيوية. ومن المجر وزير العدل حافظ الأختام يستعرض تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويدعو إلى تنسيق مشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي براي. الاستقبال جرى بحضور الوزير الأول أحمد يحيى ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جيد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. المزيد مع ملكة سوتو. الشراكة المتعددة القطاعات والتعاون الاستراتيجي القائم بين الجزائر وإسبانيا منذ توقيع معاهدة الصداقة التعاون وحسن الجوار العام 2002 كانت في صلب المحادثات التي أجراها اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي. وبين الجزائر وإسبانيا علاقات تعاون تقليدية تعددت وتنوعت مجالاتها بما فيها الطاقة، المياه، البتروكيمياء والصناعات الغذائية. وعليه فقد اعتبر ماريانو راخوي أن الجزائر شريك أساسي لبلاده وأن ما يجمع الجزائر وإسبانيا أكثر مما يفرق بينهما. كان اللقاء الذي جمعني بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم في غاية الأهمية، خاصة وأنه يأتي على إثر اجتماع اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى في دورتها السابعة، وكنت قد ترأست أشغال ذات اللجنة العام 2013 و2015، وأريد أن أؤكد مرة أخرى على أهمية اللقاء الذي جمعني بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ذلك أننا تطرقنا فيه إلى قضايا تهم مواطني البلدين، كما قررنا إعطاء انطلاقة جديدة لعلاقاتنا الثنائية، كما كان لنا حديث عن قضايا إقليمية عديدة بما في ذلك مالي وليبيا، واتفقنا أيضا على تعميق ودعم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. وأريد أن أنوه هنا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى تتجاوز الجزائر هذه الأزمة. فالجزائر دولة قوية وتتوفر على إمكانيات وطاقات هائلة. وأريد أن أنوه مرة أخرى بالعلاقات الممتازة التي تجمع الجزائر وإسبانيا، فالجزائر العاصمة هي أقرب عواصم العالم إلى مدريد بعد لشبونة، وما يجمع الجزائر وإسبانيا أكثر مما يفرق بينهما، فهناك التاريخ والجغرافيا، وأكثر من ذلك فلا شيء يفرق بيننا، ونحن عازمون على الاستمرار قدما في هذا الطريق. والتعاون الجزائري الإسباني تعزز أمس خلال انعقاد الدورة السابعة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، حيث توج بالتوقيع على 5 مذكرات تفاهم في العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات وقعت عن بعد بالتكنولوجيا الرقمية، وهذا بحضور وزراء القطاعات المعنية للبلدين. الاجتماع ترأسه مناصفة الوزير الأول أحمد يحيى مع نظيره الإسباني ماريانو راخوي براي، حيث أكد أحمد يحيى استعداد الجزائر
الجزائري لقطع المزيد من الأشواط لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. ومن جهته أكد ماريانو راخوي العمل سويا لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري في الحوض المتوسط. وعقب التوقيع نشط الطرفان ندوة صحفية مشتركة حضرت عن التلفزيون نادي علمي. تحادث الوزير الأول أحمد أويحيا مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي براي. المحادثات توسعت إلى أعضاء وفدي البلدين لتعطى بذلك إشارة انطلاق أشغال الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الإسباني رفيع المستوى. الوزير الأول وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد على جودة العلاقات التاريخية بين الجزائر ومدريد واصفا إياها بالمتميزة، وهي علاقات تقوم على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت عام 2002 بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وملك إسبانيا. La qualité de nos relations se reflète d'abord dans notre dialogue politique fécond. Les discussions que nous avons eues il y a quelques instants et que nous allons poursuivre nous permettront sans aucun doute de partager nos analyses sur des sujets politiques, sécuritaires et diplomatiques qui retiennent particulièrement l'attention de nos deux gouvernements, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme et le crime transnational, de la migration illégale ou qu'il s'agisse des conflits et tensions qui persistent au Maghreb, au Moyen-Orient et au Sahel, ou qu'il s'agisse encore de la coopération régionale, notamment dans l'espace méditerranéen. وأضاف أحمد أويحيا أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يعرف تطورا منسجما هو الآخر يترجمه عدد الاتفاقيات المبرمة في السنوات الأخيرة بين البلدين التي قاربت 50 اتفاقية في جميع القطاعات. من جهته عبر رئيس الحكومة الإسبانية عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، مؤكدا أن إسبانيا والجزائر بلدان صديقان ماضيان نحو ترقية تعاونهما ومبادلاتهما التجارية والاقتصادية لا سيما في الفضاء المتوسطي. ولتجسيد ذلك ميدانيا تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين تتعلق بقطاعات الصناعة والتأمين الفلاحي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات تم التوقيع عليها بالتكنولوجيا الرقمية. بعدها نشط الوزير الأول ورئيس الحكومة الإسبانية مناصفة ندوة صحفية تطرق فيها إلى جملة من قضايا الساعة. في الشق الاقتصادي مثلا أكد ماريانو راخوي عزم بلده على تطوير البنية الاستثمارية في الجزائر، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. كنا جيران وأكثر قليلا، لكن هذا لم يكن كافيا. وبعد 15 سنة فالسيد الوزير الأول واليوم نحن شاهدان كيف أننا جعلنا من الجزائر وإسبانيا بلدين صديقين، لكن ليس فقط في مجال الطاقة، لكن صداقة تشمل منافع ومجالات أخرى تعود بالنفع على شعبينا. كما تعلمون العلاقات ما بين الجزائر وإسبانيا لها سند، وهو الاتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي أبرمت في سنة 2002 من طرف فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجلالة ملك إسبانيا. ففي هذا السياق نحن اليوم في الدورة السابعة للهيئة العليا للتعاون، توجت بثمن اتفاقيات، 5 أمضيت في القاعة و3 أمضيت عن بعد بالتكنولوجيا الرقمية. وكذا الحوار كان جد بنا سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو بالأوضاع في المنطقة، خاصة قضايا مالي، ليبيا، الصحراء الغربية والمتوسط. فيمكنني أن نقول أن هذه المحطة كانت محطة جد إيجابية في مسار التعاون الجزائري الإسباني.
وفي السياق أكد أحمد أويحيى أن الامتياز يبقى يطبع العلاقات بين البلدين رغم انخفاض حجم الصادرات الإسبانية نحو الجزائر على خلفية الإجراءات الظرفية التي اتخذتها الحكومة للتخفيض من فاتورة الاستيراد. وعلى هامش الدورة السابعة للتعاون رفيعة المستوى بين الجزائر وإسبانيا عقد أمس منتدى الأعمال الجزائرية الإسباني. المنتدى بحث آليات تطوير الاستثمار وفرص الشراكة بين الجزائر وإسبانيا وسبل دعم الاستثمار بين البلدين، خاصة وأن الشراكة عرفت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا وإمكانية إقامة شراكات جديدة تتماشى والتوجه الذي اعتمدته الجزائر في السنوات الأخيرة لتطوير القطاعات الخلاقة للثروة خارج المحروقات. الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال أشرف عليها الوزير الأول أحمد يحيى مع نظيره الإسباني ماريانو راخوي براي، حيث تم التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون وإقامة شراكات مثمرة وفق توجيهات قيادتي البلدين. Nos rencontres de haut niveau successives ainsi que les différentes commissions sectorielles que nous partageons nous ont permis de conclure plus de 50 accords dans différents domaines que nous venons d'enrichir aujourd'hui de 8 autres accords. Nos échanges commerciaux sont substantiels aussi, malgré le recul de leur volume, l'Espagne étant le cinquième fournisseur et le troisième client de l'Algérie. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne nous offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas en ce qui concerne les investissements. Certes, nous avons enregistré la venue de plus de 500 entreprises espagnoles depuis 2000, mais elles étaient là pour un bon nombre dans le cadre de contrats de réalisation. Une fois achevées, beaucoup de ces entreprises sont parties, il en reste encore un nombre intéressant. Pourtant, l'Algérie, c'est un marché de plus de 40 millions de consommateurs. C'est un pays en construction qui réalise une croissance de plus de 3% hors hydrocarbures. C'est un pays riche d'une jeunesse formée, constituant une force de travail de qualité. C'est un pays dont le niveau des salaires, tout comme le coût de l'énergie et les encouragements fiscaux à l'investissement, sont autant de facteurs attractifs. À tout cela s'ajoutent pour les opérateurs espagnols les avantages de la proximité géographique ainsi que de l'existence de nombreuses liaisons maritimes et aériennes. الجزائر بلد له مكانة هامة في العلاقات الخارجية الإسبانية بحكم عدة عوامل، منها القرب الجغرافي، والجزائر شريكنا الاستراتيجي والاقتصادي الثاني في إفريقيا في عدة قطاعات كالطاقة، النقل، المواد الكيماوية والطيران. إسبانيا أيضا شريك استراتيجي بالنسبة للجزائر بالنظر إلى حجم الصادرات الجزائرية لإسبانيا، كما أنه يتواجد على الأراضي الجزائرية أكثر من 2500 شخص إسباني كإطارات ورؤساء مؤسسات وعمال، ولهذا نتمنى أن نعمل أكثر في المستقبل في إطار التعاون مع المؤسسات الجزائرية. وخلال منتدى الأعمال الجزائرية الإسباني والذي أشرف على افتتاحه وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وكاتبة الدولة للتجارة الإسبانية ماريا لويسا بونسيلا، تم التأكيد على العلاقة المتميزة التي تربط الجزائر بإسبانيا والعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية في الحوض المتوسط. وحضر المنتدى نحو 700 مشارك من البلدين من هيئات ومؤسسات مالية ومتعاملين اقتصاديين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتكثيف التعاون وإحداث أرضية للتقارب بين رجال أعمال البلدين. موني أحمد حراج. شكل منتدى الأعمال الجزائرية الإسباني مناسبة لعرض فرص تعزيز التعاون الثنائي وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لازالت بحاجة إلى دفع لترقى إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية والمتميزة والإرادة السياسية التي تربط البلدين الجارين. وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبالمناسبة قدم عرضا حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ودعوة
لاغتنام الإمكانيات والحوافز الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الاستثمار. Les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et l'Espagne restent toujours denses et diversifiées. L'Espagne demeure parmi les partenaires les plus importants de l'Algérie. Elle est le troisième client, le cinquième fournisseur de notre pays, avec plus de 7 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2017. S'agissant du partenariat économique, les relations se sont renforcées et consolidées ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'industrie et de la pêche, du tourisme et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Néanmoins, ces relations restent inférieures aux potentialités de l'Algérie et de l'Espagne et en deçà de nos attentes à nous tous. كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة ماريا لويزا بونسيلا أكدت من جهتها أمام رجال الأعمال المكانة المتميزة للجزائر كشريك استراتيجي لا غنى عنه بالنسبة لإسبانيا. L'Espagne est un partenaire loyal de l'Algérie qui reconnaît et valorise les efforts du gouvernement algérien pour encourager la diversification et la modernisation industrielle. En réduisant ainsi la dépendance d'un seul secteur exportateur. Nous vous encourageons et valorisons l'effort pour atteindre cet objectif, car nous sommes convaincus que ce pays est capable de se convertir à un des principaux axes industriels de l'Afrique du Nord, une région stratégique pour l'Espagne. الجزائر وإسبانيا نموذج تعاون اقتصادي تميزه تجارب ناجحة وشراكات طويلة الأمد، تم عرض بعضها بمناسبة المنتدى من طرف رجال الأعمال الذين أبانوا عن اهتمام كبير بالسوق الجزائرية واستعداد لمواكبة كل التحولات الحاصلة فيها. plus de 25 ans maintenant que nous travaillons avec les autorités algériennes de transport. Je tiens aujourd'hui à renouveler l'engagement de Técnicas Reunidas en vue d'approfondir notre coopération avec Sonatrach et les compagnies de son groupe. Elle est une preuve de plus, s'il en fallait, de l'étroite coopération industrielle entre les compagnies de nos deux pays dans le cadre des liens de toutes sortes, fraternels, si j'ose dire, qui existent entre nos peuples, entre l'Algérie et l'Espagne. Nous avons besoin d'eux, bien sûr ils ont besoin de nous, et c'est ça la coopération aujourd'hui. Les pouvoirs publics, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fait tout pour que cette relation de voisinage, cette relation de partenariat soit développée. وتجسيدا لهذه الإرادة المشتركة تم التوقيع بالمناسبة على مذكرة تفاهم بين منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية وكونفدرالية تنظيمات المؤسسات الإسبانية. وعلى هامش الدورة السابعة للاجتماع رفيع المستوى بين الجزائر وإسبانيا مباحثات ثنائية ولقاءات لتعزيز الشراكة والاستثمار بين البلدين في عدة قطاعات. المتابعة لفاطمة أديب. لقاءات ثنائية مكثفة يتصدرها التعاون العسكري بين الجزائر وإسبانيا، ملف طرح على طاولة المباحثات التي أجراها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دو كوسبيدال. لقاء تناول حالة التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل خلاله الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الإسباني. العلاقة بين الجزائر ومدريد والدفع بها نحو مستويات استراتيجية وكذا تبادل الرؤى والمواقف حيال قضايا إقليمية ودولية شكلت صلب محادثات جمعت وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بنظيره الإسباني ألفونسو داستيس. التعاون الأمني وتبادل المعلومات والتكوين ملفات بارزة في اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مع نظيره الإسباني خوان إغناسيو زويدو.
كما كان المجال الطاقوي الذي يربط الجزائر ومدريد بشراكة استراتيجية محور محادثات أجراها وزير الطاقة مصطفى جيتوني ونظيره الإسباني ألفارو ماريا نادال. فيما استعرض وزير التجارة محمد بن مرادي مع كاتبة الدولة للتجارة الإسبانية ماريا لويسا بونسيلا واقع المبادلات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. أما وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي فجمعتهما محادثات مع كاتب الدولة المكلف بالتربية والتكوين المهني والجامعات الإسباني مارسيال مارين هيلين. تم خلالها التطرق إلى مستويات التعاون بين البلدين. بدوره التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار بكاتبة الدولة المكلفة بالبحث والتنمية كارمن فيلا، وكان اللقاء سانحة استعرض خلاله الطرفان تكثيف التعاون في مجال البحث العلمي. وبمقام الشهيد وضع رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي براي مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية، ووقف دقيقة صمت على أرواحهم الطاهرة. هذا وأنهى رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي براي أمس زيارته إلى الجزائر، وكان في توديع ماريانو راخوي بمطار هوار بومدينة الدولي الوزير الأول أحمد يحيى وعدد من أعضاء الحكومة. هذا وفي بيان ختامي مشترك توج زيارة تم التأكيد على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، كما جدد الطرفان إرادتهما المشتركة في العمل سويا لتحقيق الأهداف المشتركة وفق ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة. كما تم الاتفاق على تعزيز التشاور والحوار السياسي بين البلدين، فالجزائر وإسبانيا لهما دور أساسي في استقرار المنطقة لمواجهة التحديات المطروحة، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وفي إطار مبادرة 5+5 ومن خلال الزيارة المتبادلة. الطرف الإسباني ثمن التطور الحاصل والمكتسبات الديمقراطية التي حققتها الجزائر ضمن الإصلاحات الشاملة وإحداث ديناميكية جديدة للتعاون الاقتصادي وفي العديد من القطاعات، ومن خلال تطوير التكوين وتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بقطاع البحث العلمي والاتصالات والثقافة، وهو ما يشكل أرضية جديدة للتعاون مع الطرف الإسباني. الطرفان اتفقا على تبادل وجهات النظر في المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها دعم الجهود الأممية لحل سياسي عادل ودائم في الصحراء الغربية والتوصل إلى حل سياسي بليبيا. كما أشادت إسبانيا بدور الجزائر وجهودها في حل الأزمة بمالي ومنطقة الساحل. في التعاون البرلماني يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة غدا بالعاصمة المصرية القاهرة في أشغال المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة بنود من بينها المصادقة على تقرير الدورتين 22 و23 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وكذا بحث النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد لهذا العام. في التعاون الجزائري المجري وفي إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المجر، تحدث وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مع رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير. تم خلاله تبادل وجهات النظر حول عدة مواضيع من بينها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. لوح استعرض تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منوها بجهود رئيس الجمهورية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما ذكر بموقف الجزائر الدائم وتمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. بدوره نوه رئيس البرلمان المجري بنوعية ومستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا تطابق وجهات النظر في أغلب القضايا الدولية. وزير العدل تحدث أيضا مع رئيس الغرفة المجرية للمحامين يانوش باناتي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم جاغولي غوياش، كما تلقى شروحات وفية خلال الزيارة التي قام بها لمبنى البرلمان التاريخي.
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الفاتح أفريل الماضي رخصة السياقة البيومترية، حيث يتم تجريب الرخصة بالتنقيط كمرحلة أولى بأربع بلديات نموذجية بالعاصمة، وهي الجزائر الوسطى، باب حسن، الدار البيضاء والقبة، قبل تعميمها عبر الوطن نهاية السنة الجارية. الرخصة تساهم في تقليل حوادث المرور عبر نظام التنقيط، وتعتبر خطوة جديدة نحو الإدارة الإلكترونية لخدمة المواطن. في زيارة عمل وتفقد لولاية المسيلة، عاين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ودشن عددا من المنشآت الرياضية الجديدة في العديد من بلدية الولاية، مشاريع هامة من شأنها تعزيز قدرات قطاع الشباب والرياضة، من بينها مسابح ودور شباب وملاعب جوارية. يقول وليد صاري: أكثر من 230 مشروعا بقيمة تفوق 8.3 مليار دينار جزائري استفادت منه ولاية المسيلة في قطاع الشباب والرياضة، مسابح، دور شباب، ملاعب وشوشبة وغيرها من المنشآت الجديدة التي وقف عندها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بالعديد من بلدية الولاية. زيارة عمل لولاية المسيلة تنفيذا وتكريسا للتعليمات والتوجيهات القيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا تنفيذا لسياسته الرشيدة ومجهوداته القيمة في دعم وتشجيع الحركة الرياضية والحركة الشبانية في ولاية المسيلة من خلال تسجيل مشاريع لفائدة الشباب هذه المنطقة. واليوم كانت فرصة بمعاينة وتدشين مرافق وهياكل لدعم وتعزيز النشاط الرياضي والنشاط الشباني في هذه الولاية، من مسابح، من ملاعب رياضية جوارية، من بيوت الشباب، من ملعب كرة القدم، وأيضا معاينات مشاريع أخرى كالمركز الترفيه والتسلية. زيارة العمل والتفقد لولاية المسيلة كانت سانحة لتكريم العديد من الرياضيين المتألقين، وكذا حضور استعراضات ومعارض لمؤسسات شبانية، ليقف بعدها الوزير على حالات الوجوه الرياضية السابقة صنعت مجد وتاريخ الرياضة الجزائرية. تربويا، تم أمس عقد لقاء بين وزارة التربية الوطنية والمكتب الوطني لنقابة الكنابيست، حيث تم خلاله إمضاء محضر اجتماع يهدف إلى تسوية كل المطالب المرفوعة، بالإضافة إلى التطرق لعدد من النقاط العالقة. وعقب الاجتماع استقبلت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت أعضاء المكتب الوطني لنقابة الكنابيست قصد مناقشة محضر الاجتماع والنقاط التي تم الاتفاق عليها. اليوم طرقنا المشاكل اللي بقت عالقة، وتم الإمضاء على محضر مبدئي اللي راح يقدم طبعا للهيئة التي اتخذت قرار الإضراب، وهي المجلس الوطني، لقصد التقييم ويعني التقدير في يعني المحضر هذا الممضى. إذا قبل المجلس الوطني بالمحتوى تاعه، نتمناه أيضا يعني ينفذ في الميدان ويحترم. نظن حسب تصريح سيد المنسق الوطني وأعضاء المكتب، احنا متفاعلين بأن هذه الحركة ما تتمش، لأن كل المشاكل التي كانت عالقة تلقينا لها حل بواسطة الحوار والمسؤولية الكاملة من الطرفين. بعد سلسلة من المفاوضات التي جمعت وزارة الصحة بالتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، تم النظر في أرضية المطالب وتابعها نقاش واسع لانشغالاتهم المهنية، وعلى رأسها إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم وتعديل مدة الخدمة المدنية، والتي كان وزير الصحة قد أعطى موافقته على إعادة فتحه لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي. هذا وانعقد أمس الجمعية العامة لممثلي الأطباء المقيمين على المستوى الوطني لأخذ رأي الأغلبية حول التوافق المبدئي، والتي أفضت إلى قرار مواصلة الإضراب.
أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بودوخة بلدية عين قشرة بولاية سكيكدة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأول على إرهابي خطير ويتعلق الأمر بالمسمى فريد والمكنى أبو زرع، الذي كان قد التحق بالجماعة الإرهابية سنة 94-900 و1000 استرجعت على إثرها مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف. وتأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفات الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن. وفي سياق متصل، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بكل من بومرداس وبتنا 4 مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلتين تقليديتي الصنع، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة. دوليا، وفي الشان الفلسطيني، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس، والتي اعتقلت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. إلى ذلك، دعت الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ لها أمس مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض. وفي سوريا، عثرت قوات الجيش على نفق يمتد لعدة كيلومترات استخدمته الفصائل المسلحة يصل بين عدة بلدات في الغوطة الشرقية، والتي عرفت عودة أكثر من 40,000 شخص إلى منازلهم منذ بدء الهدنة الإنسانية عبر ممر مخيم الوافدين لليوم الثالث على التوالي. أخبار دولية أخرى متفرقة نتابعها في هذا التقرير لمحمد قطوش. يبدو أن أحلام وكالة نازا بإطلاق طائرة أسرع من الصوت وعديمة الضوضاء تقترب من الواقع مع بداية بناء أكبر نموذج للطائرة التي اختبرت في نفق خلال يونيو الماضي، وأصبح للوكالة نظرة واضحة الآن حول آلية أدائها في العالم الحقيقي. بكتيريا إكسيليا فاستيديوزا أضحت اليوم هاجسا يخيف المزارعين في بلدان الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط بعد أن اتسع نطاق نموها في المنطقة، والتي ألحقت أضرارا جسيمة بمزارع الزيتون جنوب إيطاليا. للإشارة، فإن المنطقة تنتج وتصدر ما يقرب عن 98% من زيت الزيتون في العالم. ولمحبي السياحة الشتوية والألعاب الثلجية المختلفة، منتجع غودوري بجورجيا يقودنا في جولة سياحية للتزلج على الجليد. غودوري يعتبر من أفضل المنتجعات في العالم، يمكنك أن تمارس فيه العديد من النشاطات التي ستعمرك حتما بالإثارة والمرح. في اليوم العالمي لضحايا الألغام، نظمت أمس جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد ندوة تاريخية استرجعت من خلالها الأسرة الثورية مآسي ضحايا الألغام إبان الثورة المدفرة وبعدها، كما تطرقت إلى جهود الجيش الوطني الشعبي في مسح وتنظيف كل ربوع الوطن من هذه الألغام التي فتكت بالجزائر بين مختلف أعمارهم لتزيد من بشاعة وجرائم المستعمر. إلى الرياضة الآن، وفي كرة القدم، وتسوية لرزنامة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ولحساب الجولة 23 فاز فريق شبيبة القبائل أمام مولودية الجزائر بوقع 3-1، فوز تحصي من خلاله الشبيبة 26 نقطة وارتقاء للمركز 11 مناصفة وأولمبي المدية، فيما تبقى المولودية في المركز الثالث بأربعين نقطة. وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، ليلة هنيئة وإلى اللقاء.